يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك يا رسول الله، يتلألأ مهد سبطك نورا، ولد الحسن. سلام على إمامنا الأنور وسيدنا الأزهر وولينا الأطهر. سلام عليك أبا محمد وعلى أمك الطاهرة المطهرة الزاهرة المزهرة، ورحمة الله وبركاته. سلام 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 على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهور المهدوي، الحلقة 11. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. حدثتكم عن صناعتين، عن صناعة شيطانية بامتياز، إنهم البتريون، نتاج شيطاني قذر بتمام معنى الكلام. وصناعة مهدوية فائقة، فائقة رائقة، إنهم الزهرائيون، نتاج مهدوي بامتياز. وتفرع الحديث وأنا أحدثكم في أجواء المشروع المهدوي الأعظم، عن بنية بشرية تتمثل في صناعة الزهرائيين، وعن بنية أساسية مؤسسية تتمثل في تهيئة التقنيات والوسائل والآليات
والمراكز والمؤسسات بحسب ما تقدم الكلام، حتى وصلت معكم للحديث عن الثقافة البترية القذرة، وبدأت من الثقافة السيستانية، وعرضت شيئا من الهراء البتري للمرجع الأعلم الذي عينه السيستاني من بعده، إنه إسحاق الفياض. ومر الكلام في هرائه وعقائده البترية الضالة التي هي عقائد السيستاني وعقائد أبناء السيستاني، بل إن عقيدة المرجع القادم، إنني أتحدث عن محمد رضا السيستاني، عقيدته أسوأ بكثير من عقيدة إسحاق الفياض. فنحن نتنقل ما بين بتري قذر إلى بتري يكون أقذر منه. هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه ونعايشه. مر الكلام في كل هذا. مرجع من المراجع البتريين من مراجع النجف، بشير النجفي، يريد أن يثبت لنا ولادة إمام زماننا، وبحسب هرائه البتري الوسخ إننا لا نستطيع أن نثبت ولادة إمام زماننا بهذه الطريقة التي يتحدث بها، لا للشيعة ولا للسنة، ولا نستطيع أن نثبت ولادة أي مولود بهذا الهراء البتري القذر، مع مرجع من المراجع البتريين الطوسيين النجفيين. ولادة إنسان من إنسان من هذا القبيل، يقال زيد ابن عامر، هل يمكن تولد معرفة تولد زيد من نطفة عامر؟ هل يمكن إهراز ذلك بالمشاهدة؟ مستحيل، مستحيل ذلك، لأن تولد زيد من عامر يمر من مراحل، والكثير من تلك المراحل لا يمكن إدراكها بإحدى الحواس الخمس. كونه من نطفة زيد الذي يمكن إثباته بالمشاهدة أن زيد واقع زوجته فقط، لأن واقع عمرنا محسوس، وأنه كذب في رحم زوجته، إذن أفرض يمكن إحرازه في بعض الأحيان بالحواس. ولكن أن زيد تكون من نطفة زيد من نطفة عمرو، لا سبيل للمشاهدة إلى ذلك أبدا. كيف يمكن؟ كيف يمكن ذلك؟ أفرض زيد كان يوقع، من أين ثبت عن عمرو تولد من نطفة زيد؟ كيف يمكن معرفته؟ لا يمكن ذلك أبدا. بل بعض الفقهاء من العامة والخاصة قالوا عددك نسبة المتولد على الفراش إلى صاحب الفراش اللي هو بظاهر الإسلام، بظاهر الإسلام
براحل الإسلام لأنهم لا سبيل لذلك، إذ يمكن أن يكون نطفة شخص عاقر وقعت قطرة منها في مكان وامرأة خالد هذا الذكر جلست في ذاك المكان والرحم يجذب المني من الخارج، ربما تكون هذا من غير نطفة زوج هذه المرأة، احتمال وارد. هذا ماذا يثبتنا؟ يثبتنا أنه لا يمكن إدعاء الإحراز بإحدى الحواس الخمس أن فلان متولد من نطفة فلان، هذه مرحلة. ثم بعد ذلك انتقلت النطفة إلى رحم الأم، وبعد ذلك من أين ندرك حتى ولو كانت امرأة كنا عادلة مؤمنة صالحة تمام الصلاة، ولكن قلنا هذا الرحم يجذب المني كمان. بل إخوتي من باب هاي تقريبا مطلب لأبي حنيفة مسألة، هذا فتوى نقله حنفية وغيرهم، وموجودة هاي فتوى كتاب المغني لابن القدامى وغيره، هاي فتوى موجودة ومعروفة، أنه تزوج شخص وهو في المشرق امرأة في المغرب، وبعد فترة هذه المرأة جابت بولد ولم يرى أي منهما صاحبه في هذا، لم يراه، لا يحق لذلك المسكين الزوج أن ينكر هذا ولادة هذا الولد من عنده. لما يقول لعل هوى حمل نطفة ذاك وأوقعه في منطقة معينة وهناك رحم المرأة جذب هذه النطفة فتكون منها. هذه هي الحكمة التي تتفجر ينابيعها على ألسنة المراجع. افتهمت شيء؟ بهذه الطريقة يريد هذا المرجع البتري الطوسي أن يثبت ولادة إمام زماننا. هذا جزء من محاضرة وإجابات على أسئلة. مركز الدراسات التخصصية دراسات تخصصية حول الإمام المهدي، هذا المركز الذي هو تحت الخيمة السيستانية زار بشير النجفي وسأله أسئلة عن شؤون إمام زماننا وعن ولادته، فكانت هذه الفيوضات لا يمكن أن توصف بأنها فيوضات ربانية، هذه فيوضات شيطانية، فيوضات تحتانية، قولوا ما شئتم الأمر راجع إليكم، هؤلاء هم مراجعكم البتريون، وهذه هي الثقافة البترية القذرة. قارنوا بين الثقافة البترية التي تقدمها لكم حوزة النجف وبين الثقافة الزهرائية التي تقدمها لكم قناة القمر. كونوا منصفين، كونوا منصفين، لا تنصفوني، أنصفوا أنفسكم، أنصفوا أنفسكم. الكتاب الذي بين يدي الإمامة وقيادة المجتمع لمرجع معاصر، أيضا من مجموعة المراجع البتريين الطوسيين النجفيين، كاظم الحائري، هكذا يقولون عن هذا المرجع المعاصر من أنه أعلم تلامذة محمد باقر الصدر، هكذا يقولون عن محمد الصدر. أيضا بيّن لمقلديه وتابعيه بأن
المرجع الأعلم من بعده هو كاظم الحائري، ولذا فإن الصدريين الذين يقلدون محمد الصدر رجعوا في التقليد إلى كاظم الحائري، لأنه هو الأعلم بحسب تعيين محمد الصدر. كتابه هذا الإمامة وقيادة المجتمع، هذه الطبعة الأولى 1416 هجري قمري، إنها طبعة مطبعة باقري قم المقدسة، والذي نشر الكتاب مكتب المرجع نفسه. في الصفحة 40 بعد 100 تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار، يعني في غيبته، لماذا غاب إمام زماننا؟ الأئمة حدثونا عن الحكمة من الغيبة، ذكروا لنا مجموعة من المعطيات، وبينوا لنا بأن المعطيات الكاملة ستتضح بعد ظهور إمام زماننا. ماذا يقول هؤلاء البتريون؟ بتري ينقل عن بتري، يحدثنا عن فكر أستاذه محمد باقر الصدر، ويشير إلى فوائد غيبة الإمام، لماذا غاب الإمام ولماذا طال عمره. الفائدة الأولى الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى. أي إمام هذا الذي يحتاج إلى إعداد نفسي؟ الإمام كامل من أول لحظة من ولادته الشريفة. أي إمام هذا الذي يحتاج إلى إعداد نفسي؟ الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها، مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد، إلى أن يقول من أن الإمام بعد خوض هذه التجارب يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها. يصبح أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى النصر. إذن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي بالنحو الذي تحدث فيه كاظم الحائري وكذلك أستاذه محمد باقر الصدر. ويستمر هذا الهراء إلى أن نقرأ في الصفحة 42 بعد 100. الفائدة الثانية الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية، بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها
وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية لليوم الموعود، لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب، وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التأريخية. إذن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي وبحاجة إلى إعداد فكري وتعميق لخبرته القيادية. الفائدة الثالثة: الاقتراب من مصادر الإسلام الأولى، بمعنى أن عملية التغيير المدخرة للقائد المنتظر تقوم على أساس رسالة معينة هي رسالة الإسلام، ومن الطبيعي أن تتطلب العملية في هذه الحالة قائدا قريبا من مصادر الإسلام الأولى قد بنيت شخصيته بناء كاملا بصورة مستقلة ومنفصلة عن مؤثرات الحضارة التي يقدر لليوم الموعود أن يحاربها، إلى بقية الهراء. هذا يعني أن الإمام الحجة إن كان في لحظة ولادته أو كان في لحظة بداية إمامته الفعلية كان مفتقرا لكل هذه المعاني، فكيف نصبه الله سبحانه وتعالى؟ ما هذا الهراء؟ ثم إن يوم الظهور ليس مشخصا بموعد قطعي، كان يمكن لو توفرت الأسباب أن يكون الظهور في زمان الغيبة الأولى، ليس هناك من موعد قطعي للظهور، وإنما الأمر يرتبط بوضع الأمة وبالشأن العالمي وبالأسباب المتوفرة. ولذا فإن موعد الظهور خاضع لقانون البداء، يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، وهذا واضح في ثقافة العترة الطاهرة. هؤلاء البتريون لا يفقهون شيئا من كل هذا. إمامكم الذي هو إمامكم بحسب عقيدتكم يا أيها البتريون إمام يحتاج إلى إعداد نفسي ويحتاج إلى إعداد فكري ويحتاج ويحتاج ويحتاج. أي إمام هذا؟ بالتعبير الشعبي العراقي هذا إمام خرنقعي. إمامكم إمام خرنقعي. أيضا من تلامذة محمد باقر الصدر، إنه محمد باقر الحكيم. هذه المجلة عنوانها رسالة الثقلين، مجلة إسلامية جامعة تصدر عن المجمع العالمي لأهل البيت طهران إيران، العدد الثامن، السنة الثانية، شوال ذو الحجة، يعني في هذا الفصل، مجلة فصلية ما بين شوال إلى ذي الحجة، سنة 1414 هجري قمري. في وقتها كنا في إيران،
وكان محمد باقر الحكيم في إيران، كتب مقالا في هذه المجلة عنوانه دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة، الحلقة السابعة قضية الإمام المهدي، سماحة السيد محمد باقر الحكيم. في الصفحة 20 من المجلة التي أشرت إليها في مقالة محمد باقر الحكيم يتحدث عن غيبة إمام زماننا، إنه الفكر البتري نفسه بعينه. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل، لأن الإمام ناقص لم يكن كاملا، أما هو محمد باقر الحكيم فقد كان كاملا، لذلك تصدى لقيادة الأمة. ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا، الإمام ليس مؤهلا بحاجة إلى التجارب حتى يصبح مؤهلا، إذن كيف نصبه الله؟ إذن لماذا نلوم أتباع سقيفة بني ساعدة حينما يقولون من أن الصحابة لم يقبلوا بخلافة علي بعد رسول الله لصغر سنه؟ أليس هكذا يقولون؟ إذا لماذا نلومهم؟ ما هذا الهراء وما هذا الخراء يا أيها البتريون؟ ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة، بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور، وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب. إذن الإمام يحتاج إلى معاناة وتجارب، والمجتمع أيضا. نحن ما عندنا من حديث عن المجتمع، المجتمع بحاجة إلى معاناة وتجارب، لكن الإمام كيف يكون محتاجا إلى معاناة وتجارب وقد نصبه الله إماما؟ كيف يكون ذلك؟ أي منطق هذا؟ هذا هو المنطق البتري القذر الذي أحذركم منه. هكذا تفكر الحوزة النجفية البترية. سمعتم ما كان يجري في الأجواء السيستانية عبر إسحاق الفياض، وسمعتم هراء بشير النجفي. هذا هو الواقع البتري في حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسسها الطوسي المشؤوم، ونحن ننتقل من بتري إلى بتري يكون أقذر منه إلى يومنا هذا. من المعاصرين محمد باقر الإيرواني يتحدث في هذه الأجواء، يشير إلى عقيدة محمد باقر الصدر، ويشير إلى عقيدة كاظم الحائري، وهو في مجالسه الخاصة
يقول لتلامذته بأن كاظم الحائري هو الأعلم، وهو أعلم من السيستاني في مجالسه الخاصة، لا يعلن هذا بشكل واضح، لكن خواصه هم الذين ينقلون هذا الكلام عنه في الأجواء نفسها. ينقل الكلام بأسلوب ابن آوى، هل هو يرفضه؟ يبدو أنه ليس مقتنعا بالكلام، لكنه لا يبين من أن الكلام هذا يتبناه محمد باقر الصدر، يتبناه كاظم الحائري، يتبناه محمد باقر الحكيم. يحاول أن يضع عذرا أو أن يجد عذرا. لا أبالي بما يقول، لكنني أريد أن أقول لكم هذا هو الواقع الشيعي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو. وهو السؤال: لماذا الغيبة؟ لماذا الإمام ما يكون أمامنا وبين ظهرانينا ونحن نواجهه ونستفيد منه؟ إذن هذا الوجود الطويل وهو من وراء الستار، كيف يفسر ذلك؟ هذا سؤال قد يخطر إلى أذهان البعض، لماذا ولماذا؟ وقد يجاب بهذا الشكل بذلك الشكل، يجوز أجوبة متعددة موجودة. وأتذكر في زمان سابق ظهر فرد كتيب صغير، في ذلك الكتيب رأيت موجود هذا الشيء مضمونة إذا لم أكن مشتبها، أن النكتة في الغيبة هي أنه صلوات الله وسلامه عليه سوف يطلع على كل ما يجري في العالم ويكون على خبرة وإطلاع، أو طبيعي الشخص الذي له خبرة وإطلاع بكل ما يجري على الأرض غير ذلك الشخص الذي يبرز وليس له هذا الاطلاع. إذن فائدة هذا العمر الطويل تحت مع الغيبة هو الازدياد من الخبروية والاستفادة من الخبرات في هذا المجال، هكذا رأيته. ما أدري الآن أنتم أنظاركم المباركة حول هذا الكلام ماذا؟ يعني الإمام ناقص الخبرة هو يحتاج إلى بهذا الشكل من خلال هذا الطريق؟ ما أدري، على أي حال كلام أنا مشتبه إن شاء الله تعالى في فهمي المقصود. في زيارة آل ياسين التي وصلتنا من الناحية المقدسة، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، نخاطب الإمام الحجة بهذا الخطاب: السلام عليك يا حجة الله. إنه حجة مطلقة، كيف يكون حجة مطلقة وهو يحتاج إلى إعداد نفسي، يحتاج إلى التجارب؟ السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، كيف يكون دليلا على إرادة الله سبحانه وتعالى وهو بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذي يتحدثون به؟ حتى لو أنهم تحدثوا بذلك على سبيل الاحتمال،
حتى لو أنهم تحدثوا بذلك وأرادوا إقناع الآخرين، لأنهم يعتقدون به فيما بينهم وبين أنفسهم. فهل نقنع الآخرين بالضلال؟ أي منطق هذا؟ لو لم تكن هذه المعاني قد استقرت في عقولهم وقلوبهم لما نطقوا بها ولما كتبوها. محمد باقر الإيرواني يقول هناك كتاب صغير، إنه يتحدث عن كتاب صغير لمحمد باقر الصدر عنوانه بحث حول المهدي، وهذا البحث كان مقدمة كتبها محمد باقر الصدر لموسوعة الإمام المهدي لتلميذه محمد الصدر. لكن تلامذة محمد باقر الصدر تبنوا هذا الكلام على سبيل الأصالة لا على سبيل الاحتمال. ربما يظهر من كلام محمد باقر الصدر أنه جعله جوابا لإقناع الآخرين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ما في الجنان، ما في القلوب، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، إنها الثقافة البترية القذرة. السلام عليك يا حجة الله، حجة مطلقة ودليل إرادته، إنه دليل مطلق لإرادة الله سبحانه وتعالى، فكيف نتوقع النقص فيه وكيف نتوقع التكامل فيه؟ الإمام لا يتكامل، الإمام كامل، لأنه حجة إلهية مطلقة في عالم الغيب وفي عالم الشهادة، في الملأ الأعلى وفي الملأ الأسفل. أيضا أقرأ من الزيارة الجامعة الكبيرة، نخاطبهم، نخاطب آل محمد عموما ونخاطب إمام زماننا خصوصا صلوات الله عليهم. بكم فتح الله وبكم يختم، فهل يكون فتح الله ناقصا؟ بكم فتح الله وبكم يختم، وبكم ينزل الغيث، فهل نزول الغيث في مرحلة من المراحل يكون بحكمة ناقصة ليس في محله؟ وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إلى سائر المطالب الأخرى، كيف تتحقق هذه المعاني ونحن نتصور أئمة يحتاجون إلى تكامل؟ وأي تكامل؟ إنهم يتحدثون عن التجارب البشرية العادية. من سخم الله وجوهكم، طيح الله حظكم على هذا الدين وعلى هذه العقائد البترية. نذهب إلى فاصل. مرجع معاصر كمال الحيدري من تلامذة الخوئي وتلامذة محمد باقر الصدر حينما كان في العراق، بداياته كان في أجواء حوزة محمد الشيرازي، ثم انتقل إلى النجف، فكان من تلامذة الخوئي وتلامذة محمد باقر الصدر، وحين انتقل إلى قم صار جزءا من المدرسة العرفانية، درس عند تلامذة محمد حسين الطباطبائي، عند
حسن، حسن زاد آملي، وعند جوادي آملي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة الثامنة من مجموعة وثائق كمال الحيدري من الحلقة الثانية من برنامج بصراحة. أعزائي، إلى هنا ألخص حتى إن شاء الله في غد ندخل البحث الجديد. التفتوا لي جيدا، إلى هنا اتضح لنا في الاتجاه الأول والاتجاه الثاني فقد بطل ولم يتم بأي دليل واضح ويمكن الاطمئنان إليه أن الإمامة بالمعنى الشيعي لا هي ضرورة دينية حدوثا وبقاء كما في الاتجاه الأول، ولا هي ضرورة دينية حدوثا لا بقاء كما في الاتجاه ماذا؟ في الاتجاه الثاني. إذن ننتهي إلى هذا، هل أن الإمامة بالمعنى الشيعي ضرورة دينية أم لا؟ الجواب ماذا يأتي؟ ها؟ الجواب كلا وألف كلا. لم يثبت لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها ضرورة دينية كضرورة النبوة أبدا أبدا، كضرورة الصلاة أبدا، لم تثبت. ومن هنا فإنكارها يخرج من الدين أو لا يخرج؟ ها؟ لا يخرج من الدين، لا ظاهرا ولا ماذا؟ ولا واقعا. هذا هو منطق حوزة النجف. السيستاني في موقعه الإلكتروني، زوروا موقعه الإلكتروني في أجوبة المسائل العقائدية، وهو يجيب عبر الموقع الإلكتروني الإجابات العقائدية في موقع السيستاني الرسمي عن ما يسمى بأصول الدين. يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن الإمامة من أصول الدين، هم لا يعتقدون بهذا، هم يقولون من أن الإمامة من أصول المذهب، أصول الدين عند الخوئي وعند السيستاني وعند سائر المراجع هي أصول الدين عند الأشاعرة، أصول الدين عند السيستاني هي التوحيد والنبوة والمعاد، أما العدل والإمامة فهذان ما هما من أصول الدين، من أصول المذهب. ولذا فإن الذي لا يعتقد بالإمامة لا يخرج من الإسلام، بينما الذي لا يعتقد بالمعاد يخرج من الإسلام. هذا هو منطق حوزة النجف، كل المراجع هكذا يقولون. الذي ينكر الإمامة يقولون من أنه لا يخرج من الإسلام وإنما يخرج من المذهب. ألا لعنة الله على مذهبهم، أي مذهب هذا؟ إنه المذهب الطوسي القذر. القرآن ماذا يقول في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، في علي في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء كافرون ببيعة الغدير، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بحسب القرآن فإن الإمامة هي الأصل الوحيد للدين،
أما التوحيد والنبوة فإنهما من فروع الإمامة. سيقولون التوحيد إنه الله. التوحيد ما هو الله؟ التوحيد فكرة عن الله نأخذها من المعصوم. من أراد الله بدأ بكم، كما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة، ومن وحده قبل عنكم. التوحيد نأخذه من المعصوم. نحن لا نستطيع أن نعرف الله لا بعقولنا ولا بقلوبنا ولا بحواسنا ولا بوجداننا ولا حتى بفطرتنا. إذا كانت فطرتنا سليمة غاية ما نستطيع أن ندرك بها أن ندرك وجود الله. هذا غاية ما نستطيع أن ندرك بفطرتنا إذا كانت سليمة ولم تتسخ ولم تتغير. كل مولود يولد على الفطرة، إنما أبواه هما اللذان يلوثان فطرته. إذا كانت فطرتنا سليمة فغاية ما ندرك بها ندرك وجود الله. نحن لا نعرف عن الله شيئا. إذا رجعنا إلى عقولنا سنذهب في الضلال، وإذا رجعنا إلى قلوبنا سنذهب في الضلال، مثلما ضل الفلاسفة لأنهم اعتمدوا على عقولهم، ومثلما ضل الصوفيون لأنهم اعتمدوا على قلوبهم. فلا توحيد الفلاسفة بتوحيد صحيح، ولا توحيد الصوفية بتوحيد صحيح. التوحيد الصحيح هو توحيد العترة، لأن الله نصبهم وجعلهم وجهه وأعطاهم علمه وجعلهم خزانا لأسرار كتابه. من هنا يؤخذ التوحيد. فالتوحيد فرع من فروع الإمامة، كما أن النبوة كذلك، لأن الإمامة في رأسها يكون رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي الأعظم هو إمام الأئمة، أول إمام من أئمتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وآله، وهو إمام الأئمة جميعا. فالدين له أصل واحد، الإمامة، الإمام. ومن فروع الإمامة التوحيد والنبوة، ومن فروع النبوة القرآن، ومن فروع القرآن المعاد، لأن المعاد نأخذه من القرآن. فروع الفروع صارت أصولا للدين، وأصل الأصول لم يصبح أصلا من أصول الدين. صارت الإمامة من أصول المذهب من الفروع. الذي ينكر الإمامة لا يخرج من الدين، الذي ينكر الصلاة يخرج من الدين. هذا هو منطق مراجع النجف، هذا هو منطق الخوئي. محمد باقر الصدر في مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة جعل أصول الدين ثلاثة، أخذها من القطبيين، من سيد قطب وحسن البنا. أصول الدين عند محمد باقر الصدر: المرسل وهو الله، الرسول وهو محمد وقد انتقص من محمد صلى الله عليه وآله كثيرا. عودوا واقرأوا مقدمة رسالته العملية الفتاوى الواضحة، وكيف وصف رسول الله بأنه لم يكن مطلعا على ثقافة عصره، وأية ثقافة كانت في عصره، لم يكن مطلعا على ثقافة عصره، وكان أميا لا يحسن القراءة والكتابة. هذا الكلام موجود في مقدمة الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر. ماذا يقول أئمتنا عن الذين يعتقدون بأن النبي الأعظم لا يحسن القراءة والكتابة؟ يقولون عن هؤلاء بأنهم كذابون ملعونون لعنهم الله.
الروايات موجودة في كتبنا، كذبوني الأحاديث عن إمامنا الباقر وعن إمامنا الجواد من أن الذين يعتقدون بأن النبي الأعظم لا يحسن القراءة والكتابة كذابون ملعونون والأئمة لعنوهم. الطوسي يعتقد بهذه العقيدة، الخوئي يعتقد بهذه العقيدة، السيستاني يعتقد بهذه العقيدة، محمد باقر الصدر يعتقد بهذه العقيدة، محمد الشيرازي يعتقد بهذه العقيدة، بقية المراجع يعتقدون بهذه العقيدة من أن النبي لا يحسن القراءة والكتابة. الأئمة ماذا يقولون عن الذين يعتقدون بهذه العقيدة؟ إنهم كذابون ملعونون. أحاديث أهل البيت موجودة في كتبنا الأصلية الأصيلة القديمة، ومثلما هم كذابون ملعونون في هذه العقيدة، هم كذابون ملعونون في عقيدة الإمامة أيضا. هذا هو الدين البتري الذي أحدثكم عنه، وهذا هو المذهب الطوسي اللعين. القرآن واضح: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه الآية، فإنني تحدثت عنها كثيرا في برامجي السابقة. ها هو كمال الحيدري يكرر الكلام نفسه: مشكلتهم مع كمال الحيدري ليست مشكلة عقائدية، منهجه ومنهجهم واحد. مشكلتهم مع كمال الحيدري إنه صراع حول المرجعية، هذا التهارش الذي تحدث عنه المرجع الكبير في زمان الغيبة الأولى، إنه الشلمغاني. وقد نقل الطوسي في كتابه الغيبة هذا الكلام عن الشلمغاني، من أن مراجع الشيعة كانوا يتهارشون على المرجعية، على الزعامة الدينية، يتهارشون عليها تهارش الكلاب على الجيف. وهذا الواقع موجود إلى يومنا هذا وإلى هذه اللحظة. القوم في النجف وغير النجف يتهارشون على المرجعية تهارش الكلاب على الجيف، وهذه هي النتائج بين أيديكم. نذهب إلى وثيقة أخرى. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة التاسعة من مجموعة وثائق كمال الحيدري من الحلقة الثانية من برنامج بصراحة، وهي في نفس الاتجاه، إنه تأكيد للمعنى الذي تحدث عنه قبل قليل. إذن أعزائي، إلى هنا اتضح لنا أن الإمامة بالمعنى الشيعي لها، اللي عبروا عنها الإمامة بالمعنى الخاص، الإمامة بالمعنى الأخاص، الإمامة بالمصطلح الشيعي، عبروا عنها ما تشاءون، هذه لا ضرورة دينية ولا ضرورة ماذا؟ ها؟ ولا ضرورة لا مذهبية، بعدنا ما بحثنا هاي في المرحلة الثانية، لا أصل من أصول الدين ولا ضرورة من الضرورات الدينية، لا حدوثا ولا بقاء. يعني أنها من الفروع، مثلما تحدث إسحاق الفياض، ومثلما هو موجود على الموقع الإلكتروني الرسمي للسيستاني. الوثيقة رقم 1 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة. نحن في برنامجنا هذا في الأجواء المهدوية نتحدث عن الظهور المهدوي وشؤونه. ها هو كمال الحيدري يسيء إلى إمام زماننا معتمدا على الثقافة الصوفية، على ثقافة ابن عربي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
يقول يبايعه المسلمون بين الركن والمقام يشبه رسول الله في الخلق وينزل عنه في الخلق. نعم، لا يمكن أن يكون ماذا ها بمستوى خاتم الأنبياء والمرسلين ماذا في الخلق، لأنه ذاك لا يدانيه أحد، وإنك لعلى خلق عظيم. نعم، وينزل عنه في الخلق. نعم نعم، هذا الهراء جاء به من كتب ابن عربي الصوفي الزنديق المعروف، وهو يتناقض تناقضا كاملا مع منطق العترة الطاهرة. ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد، صلى الله على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه النقطة، لأنني أريد أن أعرض بين أيديكم نماذج من الثقافة البترية اللعينة، وقارنوا فيما بين هذه الثقافة اللعينة وبين الثقافة الزهرائية التي تقدم لكم عبر قناة القمر. والثقافة التي تقدم عبر قناة القمر ما هي بثقافة خاصة بقناة القمر؟ قناة القمر تنقل لكم ثقافة العترة الطاهرة، الأحاديث أنقلها لكم من مصادرنا الأصيلة الأصلية القديمة، إنها أحاديث محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نحن نعتقد في علي الأكبر من أنه أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. نقول عن علي الأكبر بأنه أشبه الناس ليس كرسول الله، أما إمام زماننا فأخلاقه كأخلاق رسول الله، لا يوجد هناك فارق بين أخلاق إمام زماننا وأخلاق رسول الله. أخلاق الحجة بن الحسن هي أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو منطق العترة الطاهرة. أما هذا المنطق الذي يتحدث به كمال الحيدري، هذا منطق ابن عربي الصوفي الزنديق اللعين ألا لعنة الله عليه. ومن الوثيقة رقم 1 إلى الوثيقة رقم 4 من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، خلاصة كلام الحيدري في هذه الوثيقة: الاعتقاد بالإمام الحجة لا فائدة فيه بالنسبة للذين يعتقدون بوجوده وهو في حال غيبته. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة. بإمكانه مولانا مثل زرارة يخلي كتاب الله على قلبه على صدره، يقول لمن جعلته إماما أنا أعتقد شنو بإمامته، والسلام عليكم ورحمة الله كقضية إن شاء الله. أصلا حياته إلهي إذا كان حيا والله أنا مبايعه يومين، إذا ما كان حيا بعشر سنة. والله إذا كان معصوما أنا معتقد شنو بعصمته. لا فرق بين الاعتقاد به او بالاثنى عشر بهذا انا في السؤال عندي اصلا استاذ شو الموضوع غير مكان في السؤال هو اساسا الاعتقاد الان بحياته وعدم حياته شنو اساسا؟ جيبوا لي الدليل يقول بانه اساسا له اثر. لا لا انا السؤال لا 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 اثر شنو؟ انا اعتقد بحياته او لا اعتقد شنو؟ شنو اثره؟
إذا كان أمامي أمام الآن ظاهر وحي ويترتب علي يعني أخذ منه الدين أو لا أخذ يترتب هذا. أما الآن أنا والسني هو لا يعتقد بحياتي وأنا أعتقد شنو بحياتي، ما الأثر المتوجه؟ أعطيني أثره. نفس الكلام في وجوده تعالى أنا والكافر. يا أنا والكافر مثلا. لا هذا الشريعة أكو، النبي أكو، دين أكو. الوجود لا 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 أثر أكو. أنا مقصودي أين أثره، اللي الآن يرتبط يغير من حياتي شيء. لكن إذا اعتقد الله موجود لابد تعتقد أم شنو؟ ها؟ لا تعتقد بأنه نبي ده والنبي يجيب ثواب وعقاب ويجيب آخرة ويغلط هذاك صاحبنا يفوش يسوي ينكر وجود الله حتى يخلص منه، وإلا ألف أثر أكو. هنا إذا أنا أقول يترتب عليه أثر يعني شنو؟ يعني بيني وبين أكو ارتباط بالإلكتروني، ارتباط مع معجم تكويني أبدا. كل هذه كلها لا دليل عليها إلا الروايات، هذا مو أثر، هذا أثر أنت سويته مو أثر منه. يعني الآن كثيرا أكون مثل أنا لا أعتقد بأنه لابد أتصدق عنه لأنه أعطى الولاية إلي أنه هذا المال أنا أتصرف به، فشنو فرقه؟ هذه قضية مفهومية ما أدري واضحة ولا نقل الولاية من ياهو من الإمام الحادث عندك روايات الإمام الصادق وهكذا روايات الحقيقة وما مرتبطة بالحجة أبد. أي أثر ما يترتب. أنا قلت الآن السني قاعد الآن ويجاني بالعالم السني قال لي بابا أحنا ما أعتقد الوجود، أنتم تعتقدون، قلوا لنا أنتم شنو فرقكم أنا؟ تأخذون دينكم من العلماء خصنا مالتنا يأخذون منين؟ علماء. علماءكم قد يصيبون وقد يخطئون، علماءنا قد يصيبون وقد يخطئون. إلا وين تودي؟ تودي وساطة الفيض وآثار، هذين يم آثار ملموسة وغير ملموسة. لعلها موجود. أحسن. لا أفترض من البشر بس أقول هذا ملموس إنه يرتب أثر أو لا أثر. مثل قبيل واحد يعتقد أن الحجة واسطة الفيض صحيح، هذا الأثر من عنده يجي واحد. أنت تقول أصلا لا أعتقد، أنت حياتك تكوينية تعيشه، الذي آمن لا يضيفه شيء والذي أنكر لا ينقصه شيء. إذن ما هو الثمرة؟ ولهذا أنا معتقد شخصا أنه هذا ما القضية التركيز على حياته، هذه دكان ما تشيء. ليش؟ أنه هم شافوا إذا ما يركزون على حياته ما يقدرون ينطون مشروعية لدور المرجعي أو يتميزون عنه. أو يتميزون وهكذا تشتأس عشمي. لا أريد أن أعلق كثيرا، هذه المطالب تناولتها بالتفصيل في برنامج خاص حول هذا الموضوع عنوانه بصراحة، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا البرنامج. خلاصة كلامه من أن الاعتقاد بحياة الإمام الحجة لا فائدة فيه لحياتنا نحن، لن ننتفع في حياتنا من الاعتقاد بحياة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. فكر بتري في أوضح صوره. الوثيقة السادسة من مجموعة وثائق كمال الحيدري من الحلقة الأولى من برنامج بصراحة، وأعتقد أن الوثيقة تعطينا صورة نهائية، إذ يؤيد الحيدري المنهج والأسلوب الذي اتبعه أحمد الكاتب والذي وصل إلى نتيجة أن اعتقد بعدم وجود الإمام الحجة. عقيدة أحمد الكاتب صارت معروفة في الأوساط الشيعية والسنية. ها هو كمال الحيدري يؤيد المنهج نفسه. رجاء اعرضوا لنا الوثيق. سمعت السيد ليش هو ما يبحث الجهة الأخرى؟ يعني يطلع يقول يا 11 إمام مو 12، هذا الثاني عشر، الثاني عشر أحمد الكاتب.
لا هو يقول لا 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 مو صدفة، هو يقول بأنه أنا من راجعت المنظومة وأنا هم أنا أقول لك صريحة المنظومة الكلامية ما تنتج إلا اللي يقول أحد كذا. المنظومة الكلامية مالتنا يعني واحد يروح للروايات وكذا وتشكيكاته والإشكالات ويطلع شوية يطالع شوية إشكالات من ذاك الطرف وإشكالات منا أنا وإشكالات الروايات وإشكالات الكذا ينتهي إلى نتيجة وقع. ولهذا أنا واحد من الناس انتهيت إلى أنها نظرية اجتهادية. مرجع معاصر آخر محمد السند. محمد السند ينقل لنا كلاما يبرر للعلماء والمراجع الذين لا يريدون إدراك عصر الظهور، وهو يحاول أن يجد تبريرا لهم. رجاء اعرضوا لنا ما يقوله المرجع المعاصر محمد السند. حسب بيانات أهل البيت الامتحانات عند إرهاصات الظهور شديدة زلزال قبيل الظهور مع الظهور بعيد الظهور، يعني هاي الفترة ما قبل القريب وعند الظهور وما بعد الظهور القريب، هذه فترة ساعة كم سنة كم عقد من السنين الله العلم بيد الله. هذه الفترة زلزال شدة شاهدنا كثير من العلماء من الفقهاء المراجع والعياذ بالله، لأنهم لا يتمنون النص لأهل البيت، يقولون نخاف أن نمتحن ونفشل. فترة عصيبة امتحان مزلزل. السؤال هنا هل أن أهل البيت يريدون هذا الفكر أم أن هذا فكر بتري؟ هذا فكر بتري لا علاقة له بأهل البيت. آل محمد يقولون لنا توقعوا الفرج صباحا ومساء، الزيارات والأدعية كثيرة ووفيرة جدا، وإمام زماننا في توقيع إسحاق بن يعقوب يأمرنا أمرا من أن نكثر من الدعاء بتعجيل الفرج. هذا هو منطق العترة، هذا منطق بتري. مرجع معاصر أنا لا أقول بأنه يتبنى هذا الفكر، لكنه يبرر لهؤلاء البتريين وهؤلاء الطوسيين وهؤلاء المرجئيين بهذه الطريقة الملتوية. هكذا يضحك على الشيعة، كل عمامة لها أسلوبها الذي من خلاله يضحك به على الشيعة. هذا فكر بتري، ما هذا المنطق؟ إنهم يقولون نخاف أن نمتحن ونفشل، فأين عقيدة حسن الظن بإمام زماننا؟ وأنتم تدعون بأنكم نواب صاحب الزمان، فأين التفهيم وأين التسديد؟ ماذا الهراء؟ ماذا الهراء؟ بهذه الطريقة يضعفون عقيدة الشيعة بإمام زمانهم. المشكلة أن الذين يدافعون عنهم يظهرونهم على أنهم محتاطون متزهدون يخافون من الفشل في الامتحان. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ وإلى مرجع معاصر آخر علي الحسني البغدادي، وهو يحدثنا عن كبار مراجع الشيعة من الذين تنسب إليهم الكرامات
عن طه نجف وأمثاله، ويقول من أنه هكذا يكون العلماء، العلماء الأكابر عن الحسن البغدادي هكذا يقول، العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. أي علماء أي أكابر؟ رجاء اعرضوا لنا هذه الوثيقة. أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التحصيل السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التحصيل مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الزعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة حتى أنكر على محمد طه نجف، لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك؟ قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء، هكذا العلماء. أهل البيت كيف؟ هكذا أهل البيت. علي الحسن البغدادي يقول هكذا العلماء، أهل البيت هكذا يقولون، هكذا يريدون منا أن نكون. إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من زيارة صاحب الأمر التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين، هكذا نخاطبه. فلو تطاولت الدهور وتمادت الأعمار لم أزدد فيك إلا يقينا، ولك إلا حبا، وعليك إلا توكلا واعتمادا، ولظهورك إلا توقعا وانتظارا، ولجهادي بين يديك إلا ترقبا، فأبذل نفسي ومالي وولدي وأهلي وجميع ما خولني ربي بين يديك، والتصرف بين أمرك ونهيك. مولاي فإن أدركت أيامك الزاهرة وأعلامك الباهرة فها أنا ذا عبدك المتصرف بين أمرك ونهيك، أرجو به الشهادة بين يديك والفوز لديك. مولاي فإن أدركني الموت قبل ظهورك فإني أتوسل بك وبآبائك الطاهرين إلى الله تعالى، وأسأله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعل لي كرة في ظهورك ورجعة في أيامك لأبلغ من طاعتك مرادي. هذا منطق العترة، هذا منطق الزهرائيين، وهذا الذي تسمعونه من هؤلاء المراجع هذا منطق البتريين. ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف الذي جاء مرويا عن إمامنا الصادق وجاء مرويا عن إمامنا الحجة القائم
صلوات الله عليهما. هكذا نخاطب إمام زماننا صلوات الله عليه. إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى؟ وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى؟ عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذى؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر؟ ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هذا منطق العترة، هذا المنطق الزهرائي. قارنوا بين المنطق الزهرائي والمنطق البتري للمراجع البتريين الطوسيين في حوزة النجف وكربلاء. هذا هو الذي أحدثكم عنه وأبينه لكم. ومن علي الحسني البغدادي إلى الناطق الرسمي باسم حوزة النجف إلى الوائلي، إلى الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية. اعرضوا لنا الوثيقة رقم 50 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. أتمنى على المشاهدين أن ينصتوا إلى الوائلي وهو يسيء الأدب مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول: لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا، إلى آخر كلامه، إلى أن يقول من أن موضوع الإمام مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها. أنصتوا جيدا إلى ما يقوله الوائلي. أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج هالمسألة بالكتاب ويتشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا أن إحنا نقعد ننتظر أكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا أبدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا، فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابيات اكثر من سلبيات، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا. اكو واحد اسمه مهدي، هكذا يتم الحديث عن إمام زماننا، ومن أنه مجرد فكرة إيجابياتها أكثر من سلبياتها. رجاء أعيد بث الوثيقة. أما متى يظهر كيف إلى الآن ما في توقيت وكيف، وترى أنا معالج هالمسألة بالكتاب ويتشيع معالجها معالجة كاملة، لكن إيجابياتها وسلبياتها تفصيلا. يعني لا يتصور البعض من عندنا ان احنا نقعد ننتظر اكو واحد اسمه مهدي يجي يحل مشاكلنا ابدا. اللي يعتقد في اعتقاد سخيف، ما عندنا اعتقاد اطلاقا. الاسلام ما يمنعنا، فكره المهدي ما تمنعنا نسوي مصنع، ولا تمنعنا نامر بالمعروف وننهى عن المنكر، ولا تمنعنا نجاهد دون اوطاننا، ولا تمنعنا نقتل دون مبادئنا ابدا. مجرد فكره ايجابيات اكثر من سلبياتها، يعني عباره عن رفع مبدا او عباره عن رفع مثل اعلى للعداله ليس الا.
إمام زماننا حين سأله سعد الأشعري عن تفسير كاف ها يا عين صاد، قال له: من أن كاف كربلاء، وها هلاك العترة، ويا يزيد ظالم الحسين قاتل الحسين، وعين عطش الحسين، وصاد صبر الحسين. هذا تفسير إمام زماننا لقرآنه. سعد الأشعري سأل الإمام فأجابه الإمام، وبمحضر والده الإمام العسكري. الرواية مفصلة موجودة في كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق. ماذا يقول الوائلي عن تفسير إمام زماننا؟ الوثيقة رقم 51 من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي الماجي. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال. هذا هو المنطق البتري بامتياز. لا أريد أن أطيل الوقوف عند هراء هذا البتري المرجئي الضال. أذهب إلى الوثيقة رقم 59 من حلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. الوائلي يريد أن يدفن السرداب الشريف. رجاء أعرض لنا الوثيقة. على أي حال وإيش مهم شوية، ما أكو عندنا في المركز يعني يتولى الواقع تنقية في الأمور. السرداب شدة في ملاذة حقمة راد في ملاذة يزير يعني ما شنو عليهم من هاللهو الشارع ما باخذ وجوده وعدم وجوده شنو، ما عندنا شيء مقدس يعني. هذا الإمام كلام الله عليه عندنا سرداب أو دار أو أرض كان يدخل، الأرض كان يمشي عليها أو الدار كان يقعد بها، يعني عندنا نزل مقدس الدار كلها أو الأرض كلها؟ لا، مو الشكل. ليش أوجد مجال للدهم وللشبه؟ وإلا هاي السرداب زي ما ذكرت لك مو أكثر من هذا، كان يراقب والدار مراقبة وملاحقة غاية الملاحقة. ولهذا هو لا يريد أن يقدس الدار كلها، ولا يريد أن يقدس الأرض كلها. إنه يصر إصرارا شديدا على دفن سرداب الغيبة. الوثيقة رقم 58 من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. هذا السرداب المكان اللي كان بدار الامام العسكري، كان تعرف في العراق الدنيا حارة بالصيف، ينزلون يسوون سرداب المكان اللي يصير بسرداب يسوون بسرداب يسكنون بيه، والا مو معنى الامام طب هنا لا مو شيء. وانا لك مرة على المنبر قايل والله لو بيدي على اجيب لي كم حبل تراب واسده ورايح الناس منه والشكل. ويصر في الوثيقة رقم 57 من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. أولا صاحب الزمان معروف إذا أكو سرداب، هذا اللي صارت الهرجة عليه، سرداب كان بدار الإمام العسكري، سرداب بدار الإمام العسكري بسامرة، دنيا حارة اغلب شو دور سامرة بالصيف حطهم بيه سرداب مثل النجف عينان، واحد عن الحر يتقي به الحر، ما له علاقة بالموضوع ابدا. حتى انا اكثر من مرة اتخطر بالعراق دعوت الى ان نجيب تراب نضمه ونخلص منه نسريح من عنده، لانه مشاكل جايبنا عريضة طويلة بلا فايدة.
ايش ابدا من يقول الامام غاب السرداب؟ شنو معنى السرداب؟ هذه وحده. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ من دعاء عند زيارة السرداب. اللهم إن هذه بقعة طهرتها وعقوة شرفتها ومعالم زكيتها حيث أظهرت فيها أدلة التوحيد وأشباح العرش المجيد، إلى آخر ما جاء في الدعاء لزيارة السرداب، إلى أن نقول وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات، نطلب الإذن من الله وهذا يريد أن يدفنها بالتراب. هذا هو المنطق البتري الذي أحذركم منه. اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، إلى آخر ما جاء في الأدعية والزيارات التي نتلوها عند زيارة السرداب الشريف. هذا الوائلي البتري نفسه الذي يتحدث عن دفن السرداب الشريف بالتراب، وهو الذي سمعتم قوله من أنه لا يقدس الأرض كلها التي ترتبط بالإمام، ولا يقدس البيت كله الذي يرتبط بالإمام، ماذا يقول عن الصحابة؟ هذا البتري نفسه. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 60 من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. في موضوع عدالة الصحابة، احنا ما نريد من وراء عدالة، يعني من وراء بحث هذا الموضوع ان ننقص من قيمة الصحابة. يعني يجب أن يعلم السامع أننا الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه. الآن إذا وجدنا تراب يطأه الصحابة نحن نقدسه، أما سرداب الغيبة فلا بد أن يدفن. أما الأرض التي هي أرض الإمام لا نقدسها، لكن تراب الصحابة نقدسه. وهذه ما هي بقضية عابرة، هذا منطق الوائلي وهو منطق النجف، إنه المنطق البتري القذر. الوثيقة رقم 61 من مجموعة وثائق بترية الوائلي من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق. لأنه قبل كل شيء احنا يجب أن نعرف أن الآن إذا نحصل تراب الأقدام اللي يسحقه الصحابة الطاهرون، الأبرار الأوفياء الذين حملوا الكتاب والسنة والذين امتلأت قلوبهم بالإيمان، هذا النمط من الصحابة الموصوف بهذه الصفات، احنا لو نحصل على تراب اقدامنا تبرك به الان. زين، الذين حملوا الكتاب والسنه، انه منطق سقيفه بني ساعده. هذا هو المنهج البتري الذي احدثكم عنه. اتمنى ان تكونوا على مسؤوليه وان تقوموا بالمقارنه بين ثقافة البترية القذرة الوسخة النجسة اللعينة التي تقدمها لكم حوزة النجف عبر وكلاء المرجعية وعبر فضائيات المرجعية وعبر المراجع أنفسهم. ألا لعنة الله على هذه المرجعيات، إنها مرجعيات بترية ضالة تبعدكم عن منهج العترة الطاهرة. قارنوا
واحترموا عقولكم بينما يقدم عبر هذه المرجعيات البترية وعبر مؤسساتها ووسائلها الإعلامية وعبر ما يقدم من ثقافة زهرائية عبر قناة القمر. إلى خطيب حسيني معاصر زمان الحسناوي وهو يقرأ على المنبر توقيع إسحاق بن يعقوب، إنه يقرأ من الكتاب، لو كان يقرأ من دون كتاب يمكنني أن أجد له مبررا فأقول من أنه قد نسي الكلام، لكنه يقرأ من الكتاب. هذا هو توقيع إسحاق بن يعقوب: إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من كمال الدين وإتمام النعمة للصدوق، وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في الصفحة السابعة بعد المئتين. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. ويستمر الكلام إلى أن يقول التوقيع: وأما علة وقوع الغيبة، إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف. زمان الحسناوي يقرأ: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. لما وصل إلى هذه العبارة وأما الخمس قفز قفزة وانتقل إلى جهة أخرى من التوقيع الشريف، وكأن الكلام ليس موجودا. أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في هذا الفيديو وأن تدققوا النظر في طريقة قراءته وفي لغة جسده. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. علس بقية الكلام وقفز لما أراد أن يستمر في الكلام فوجد الجملة وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، قفز على هذا الكلام. هذه صورة مصغرة عن الطريقة التي يضحك بها أصحاب العمائم عليكم: يا أيها الذين تقولون إنكم شيعة لعلي. ما أنتم بشيعة لعلي، أنتم شيعة لأصحاب العمائم هؤلاء، لهذه العمائم السوداء والبيضاء، إنها العمائم البترية المرجئية الطوسية التي لا علاقة لها بدين العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. رجاء أعيد بث الفيديو. وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران. يأكل من فلوسنا، يأكل شنو؟ نار. وأما علة ما وقع من الغيبة فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وإلى نابغة من نوابغ العصر، إنه خالد الدراجي من جوقة محمد رضا السيستاني وتحت رعاية محمد رضا السيستاني، على علاقة بمحمد رضا السيستاني، ينشر الجهل والجهالة والأكاذيب والسفاهة
بتأييد من محمد رضا السيستاني، ها هو يحدثنا عن اليماني وعن السيستاني. يقول لنا من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ شوف هذا سؤال يعني يردون يحرجون به، يعني مرة يحرجون به جناب الشيخ، مرة يحرجون به مثلا اللي يمشي على هذا الخطى. يقولوا له من الأفضل، السيستاني لو اليماني؟ طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة. ليش؟ لأن السيستاني شخصية معروفة، اليماني وين؟ ما نعرفه. مو اليماني أصلا ما موجود حاليا، اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد، وهي الأحداث بعدها ما صايرة. زين أنا وين أعرف اليماني حتى أقايس لك بين اليماني والسيستاني؟ ما عندي. هاي السيستاني يعتبر حاكم شرعي، يعتبر شرعي تمنين من الإمام المعصوم، وإن كان مو بالتعيين الخاص، لا بالتعيين العام. يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلده. هذا إحنا اعتقادنا كشيعة اثني عشرية أصولية، نعتقد بأن المرجعية هي النائبة على الإمام، هاي عقيدتنا. كذلك هو هاي الهيئة، الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء، كل العناوين والأسماء تحت المرجعية، تحت المرجعية. هذا اعتقادنا احنا. وحتى لو طلع اليماني، راح تسألني، لان اكو بعض المنحرفين شو يقولون؟ يقولون اليماني اذا طلع الغى دور المرجعيات، لان هو اعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الامام المعصوم. لا، كلام مو صحيح. اليماني اصلا يستمد شرعيته من المرجع. راح تقول لي شلون؟ راح اقول لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقول لكم دازني عليكم الامام المهدي؟ ممكن؟ من يقول؟ ما ممكن. ليش؟ لانه الامام المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهده، اللي يدعي المشاهده قبل الصيحه والسفياني فهو كذاب مدع. يعني اليماني اذا اجا وقالكم دزاني عليكم الامام المهدي، شنو دورنا؟ نكذبه لو ما نكذبه؟ نكذبه. زين منين راح ياخذ شرعيته اليماني؟ اخذ شرعيته منين؟ من المرجعيه. هي المرجعيه التي ستدلنا على اليماني. راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل، تحت لواء هذا الرجل. هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني، لا، كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز، فالمرجعية تعطي شرعية. أرجوك أبو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحشد الشعبي، منين أخذ شرعيته؟ من المرجعية. مو يعني أصبح الحشد الشعبي مقدس، أصبح أبو مهدي المهندس رمز، أصبح سليماني رمز، أصبحوا الشهداء رموز، لأنهم أخذوا شرعيتهم من المرجعية. كذلك اليماني بضرس قاطع، إن اليماني لا يستطيع أن يتحرك، أن يقدم قدما، إذا مو شرعيته منين؟ من المرجعية. شرعيته منين؟ من المرجعية. هذا أمر واضح. فإذن أيها الأخوة، نحن هكذا نقدس المرجعية، احنا عندنا تقديس المرجعية، لا نقول بإلغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان، بل المرجعية باقية إلى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. يظهر الإمام والمرجعية باقية، والمرجعية ستكون هي اليد الطولى للتشيع. أنا لا أريد أن أعلق على الأخطاء النحوية والأخطاء في النصوص الحديثية، ولا حتى الألفاظ الخرساني. الخرساني نسبة إلى الخرسانة، هو يقال له الخراساني نسبة إلى خراسان، هو لا يعرف الألفاظ ولا يعرف الكلام الصحيح. لا أريد أن أتحدث عن جهالة هذا الرجل وضحالته، لكنه قال هكذا، من أن السيستاني
يعتبر حاكم شرعي، يعتبر شرعي تمنيا من الإمام المعصوم، وإن كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام. زين اليماني ماخذ شرعي تمنيا من نهيم واللبن، ما هي هذه النصوص وبالتعيين الخاص وليس بالتعيين العام. إمامنا الباقر هو الذي يقول من أن راية اليماني هي أهدى الرايات، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل ذلك فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أين قال الإمام المعصوم عن السيستاني مثل هذا الكلام؟ هذا هو اليماني. أنا لا أريد أن أعلق على كل هذا الهراء، هذا الهراء السيستاني علقت على كلامه في حلقات خاصة، لا أريد أن أتحدث عن جهالة وسفاهة هذا المتكلم، وهذه الجهالة وسفاهة تنبئنا عن جهالة وسفاهة الذي أمره أن يكون بين الناس. فإن الرسول عقل المرسل، محمد رضا السيستاني هو الذي وجه هذا وأمثاله كي ينشروا ضلالهم وجهالتهم وسفاهتهم. لا أريد أن أناقش الموضوع، لكن اليمانية شخص بنص خاص وجاءت أوامر المعصومين تأمرنا بوجوب اتباعه وبوجوب طاعته، فأين هذا بالنسبة للسيستاني وغيره من هؤلاء المراجع البتريين الكذابين الطوسيين؟ هذه هي الثقافة البترية القذرة. الذي يستمع إلى هذا الرجل، إلى خالد الدراجي، يتذكر كلام حسن الكشميري. رجاء اعرضوا لنا جانبا من كلامه في نصيحته التي وجهها إلى محمد باقر الإيرواني. لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي، دابة أجلكم الله، وعدها وكالة من المرجع، بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة. رجاء أعيد عرض الوثيقة. لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي، دابة أجلكم الله، وعدها وكالة من المرجع، بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة. وإلى عمامة أخرى من العمائم التي تنتجها لنا حوزة النجف، إلى نزار التميمي، بحسب القراءة الفصيحة، بحسب القراءة العراقية نزار التميمي. نزار التميمي من العمائم الصدرية، وإن تبرأ الصدريون منه في الفترة الأخيرة، لكن في آخر الأمر إنها عمامة نجفية من نتاج الحوزة البترية الطوسية القذرة. نشاهد ونستمع. لكن كيف تثبت لنا أنك الإمام المهدي، مع أن الأحاديث تبين أنه ابن النبي من أولاد علي وهو الحجة ابن الحسن؟ وما معنى أن الإمام معصوم وعالم بما كان ويكون، وهو حافظ للقرآن وعارف بتأويله؟ سؤالك طبعا وجيه، وهذا في داخل أكثر الناس، أنه كيف يكون رجل تميمي ونسبه تميمي؟ وليش لحد إحنا نرجع إلمن المحترم زيد، نرجع إلمن
لحديثنا اللي يمكن صار له 7 أيام أن آية ملكه إيش قال لك؟ قال لك تميمي لو قال لك مثلا موسوي لو حسيني لو إلا أبو سيد مثلا، يعني هواي أكو نكات يحتاج لها تعقل مولانا، يحتاج لها ورقة وقلم. إن أنا أرجع وأقول لك الموضوع هواي خطير، وكم مرة أعيد وأقول الأمر جلال مولانا كلش خطير إش قد ما تقول. أيضا تفسير أهل البيت أول ما يذني تحتاج إذا كنت طالب حقيقة جنابك وحاذق وما متعصب وما يعني كذا والمهدي وكليندايزر ويجيك كذا وكذا اللي في بالك، يعني راح تعرف شنو معنى إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت. لاحظ اللي هو العلم، لأن طلع روح العلم التوبة مر ويانا في حلقة كاملة. هذا العلم فيه سكينة، جاي أسولف لك سكينة ربكم. وإجا المهدي هسه سلام الله عليه وطلع وبحصانه ومثلا وراسه ضارب بالغيم، شو نسوي له؟ ناخذ صورة؟ شو عدنا ويا بالله؟ شو نقول له؟ خلي نكون واقعيين منطقيين وباقين باقين عند وصية محمد صلى الله عليه وآله، وصية رسول الله صلى الله عليه وآله: كتاب الله وعترتي لن يفترقا أبدا أبدا، أحدهما منبئ عن صاحبه. هذه هاي دلائل، هاي معنى إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. إذا ما يخبرك عن القرآن وحقائق القرآن وجمال وتأويل وعظمة القرآن، خاصة عن موضوع القيامة والتوحيد، توحيد القيامة، فهو كذاب. لا يتصل أحد، بعض الحمقى يتصل ويقطع الاتصال، يعني ما أعرف هذا وين قاعد وين قاعد، لا يتصل علي حتى لا يفسد علي فكرتي. أنا ما العلاقة بالساقط، أكو ساقط ومأبون موجود حتى سيعلق طايح حظه، هذا من يوك ما العلاقة بي. عفو، ما تستحون وكم نجد ما تتقون الله؟ لماذا لا تتقون الله؟ اتقوا الله، اتقوا الله، أرجوكم رجاء لا تنظرون إلى شكلي، لا تنظرون إلى شكلي، أنا لا شيء، أنا لا شيء، أنا حمار، اعتبرني نعال، نعال. لا أعتذر عن الكلام السخيف الذي قاله، لأنني أريد أن أضع النقاط على الحروف. أريد أن تعرفوا الثقافة البترية القذرة النجسة، وأريد أن أوجه أنظاركم أن تقارنوا بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية. الثقافة البترية نتاج الحوزة البترية، والحوزة البترية نتاج شيطاني بامتياز. أما الثقافة الزهرائية فهي نتاج الزهرائيين، والزهرائيون صناعة مهدوية فائقة. مصادر الثقافة الزهرائية قرآن محمد وآل محمد بتفسيرهم، وحديث محمد وآل محمد بتفهيمهم. وقت الحلقة انتهى، لكنني سأختم الحلقة بهذا الحديث، وسأكمل كلامي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. إنني أقرأ عليكم من الكافي الشريف الجزء الثاني من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 60 بعد 300: باب من آذى المسلمين واحتقرهم. الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال الله عز وجل، الإمام الصادق يقول: قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن.
وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن، ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل. الإمام العادل هو الإمام المعصوم فقط. ولو لم يكن من خلقي في الأرض فيما بين المشرق والمغرب إلا مؤمن واحد مع إمام عادل لاستغنيت بعبادتهما عن جميع ما خلقت في أرضي، ولقامت سبع سماوات وأراضين بهما، ولجعلت لهما من إيمانهما أنسا لا يحتاجان إلى أنس سواهما. هؤلاء البتريون وإن كثر عددهم وإن كثرت أموالهم وإن اتسعت سلطتهم لا قيمة لهم عند الله ولا قيمة لهم عند إمام زمانكم. هذه هي الحقيقة من الآخر. للحديث صلة، سأكمل الحديث يوم غد إن شاء الله تعالى. نلتقي غدا على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. بتريون هم والهوى، والهوى بتري. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.